فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم في الصلاة والإمام ساجد، فهل يكبر ويقرأ الاستفتاح ثم يسجد؟ لا، يكبر ويسجد يلحق بالإمام، كبر ويسجد ويلحق بالإمام، كما إذا جاء وهو راكع كبر ويركع مع الإمام ليدرك الركوع، ولا يقف حتى يقرأ الفاتحة ويستفتح. لا، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.